انا بزقف له اول غنيه بس بضربه على اخر غنيه. ايه ايه شو زقفتوا له؟ شو الفينال هيدا؟ شو هالفينال؟ عالي كثير كان. شو هان عالي؟ عالي اخي منا عالي. عم عليه نص طن على شو بدي شو منيحه الطبقه عليك؟ هي الطبقه منيحه ولو نوت وحده عالي فوق وقعت؟ يعني انت اكيد بتوصل فينال اذا هيك نوت وحده هيك بغنيه توقع بالفينال؟ بس سؤال مالي بحكي صحيح هلا بحكي مش عم بمزح. عيب نوت وحده خي عالي وبقي كله كله تعبت معك بس بالكوبليه تعبت تعبتني طريقة نفسك غلط تعبتني كتير ورا بعض الحكي ما عم تعرف تاخذ نفس محل لازم تاخذ نفس في نفس فيه. نسيم يعني جمالية صوتك تشفع فيك أدائك حلو بأول غنية بآخر غنية يعني بتوحد كعمل شيء كتير حلو فجأة هيك كبوا بالبحر القفلة نزعت كل شيء وأنا بالقفلة اللي بتأثر فيه زقفوا لك أصحابك لأنه بحبوك أنا بالنسبة لي ما بزقف لك وما برحمك بهيك بالفينال بهيك بيرفورمانس بالاخر بدك تنتبه النوتات العاليه الى تكنيك الى طريقه تجيبها هي نوت وحده بس انت هيدي نزلتك كانت غلط وصلت لها غلط ونزلت فيها غلط انت طلعت فوق صرت خلص لا 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 فرطت كل الجمله اللحنيه هدول ما بيقطعوا عندي بالفينال انا شخصيا ما بقطعهم يعني دغري باكس عليك ممنوع بقى غير مسموح بهال الوقت من البروجرام يكون في بعد هيك اغلاط يا نسيم انت شخصيا انت فنان ممنوع هيك جاب ممنوع هيك هفو انا كنت خايف من النوت هذيك الاخيره سو ممكن خوفي اكثر منها ما رح نحكي على الخوف الخوف بعد ويعني هو العامل الاساسي اللي مسيطر عليكم بس خلص يعني تعبت لكم اياها غنيت حلو اول شيء بعدين فينال اوكي ما بتسوى ابدا سوري سقطت